المقابل ايضا عوده بنتلي يبدو وضربه الزاويه للبافاري. روبن بشكل سريع مره اخرى عرضية على القائم البعيد، هذه خطره، هذه جول، وبالفعل جول، جول اول من دانتي، جول اول من بومفين صاحب 32 سنه القادم ايضا من ميشيل باخ، يحضر في ضربه راسيه اولى للبافاري، اول اهداف ايضا دانتي، اول اهداف البافاري، اذا اول اهداف بايرن ميونخ. وكما ذكرنا عزيزي المشاهد طبيعي جدا ان تحضر الاهداف والمتعه والاثاره، خصوصا اذا ما علمنا ان الفريق الالماني كان حاضرا ايضا من قطر، تمكن من الفوز على نجوم قطر برباعيه مقابل هدف، ولكن في المقابل هنا افتتاح الاهداف عن طريق قلب الدفاع دانتي. شوف الانتقال قوي، لا وجود لمراقبه في لقطه اخيره لدانتي، اذا قلب الدفاع بيك في منتصف الملعب. ارسال كره طويله، محاوله روبن، هذه خطره، تغطيه مره اخرى من ديجاو، عادت بكل ذكاء، ممكن نشوف هدف ثاني، جول ثاني بافاري، جول ثاني للباير. اذا هنا شفاينشتايجر يسجل ثاني الاهداف بعد دقيقتين فقط، الالمانيين يضيفون ثاني الاهداف، اول الاهداف كانت عن طريق البرازيلي دانتي، راسيه هذا المدافع تتبعها ايضا تسديده شفايني صاحب القميص رقم 31. شوف شوف المحاوله، التغطيه كانت خاطئه من سلطان الدعيع، لم يستخلص كره عادت، عادت ايضا الى شفايني يساريه في مرمى خالد شرحيلي، ثاني الاهداف، ثاني الاهداف الالمانيه من شفايني. اذا شفاينشتايجر يسجل ثاني الاهداف بعد ان سجل دانتي بومفيل، اذا ترتفع المحصله الاثنين. اقصى اليسار، محاوله مرور الى ليفا، هذه خطره عرضيه، محاوله ايضا ارسال كره الى روبن، عادت مره اخرى خطره، هذه جول، جول ثالث الماني، جول ثالث للبافاري، اذن الراسيه الثالثه بعد راسيه دانتي وتسديده شتايجر، هنا الراسيه من ليفا يبدو، هنا الراسيه من ليفا، هنا الهدف الثالث بالفعل من الدولي البولندي. شوف المحاوله، ارسال كره العرضيه، استقبال من روبن، عرضيه مره اخرى، راسيه الاخر البولندي، ثالث اهداف البافاري في مرمى الزعيم، ثلاثه مقابل لا شيء، ثلاثة مقابل لا شيء. لوفانديسكي يسجل بالفعل، إذا فيصل درويش جاهز أن يكون بديل، ولكن في المقابل العرضية، جول جول جول، جول رابع للبافاري، جول رابع للفريق الألماني، عرضية في الجهة اليمنى، إذا عرضية ناجحة جدا بعد التصدي والرأسية، رابع أهداف الباير في مرمى الهلال. رابع اهداف الباير في مرمى الهلال. شوف هينجر، وانا المحاوله كانت من جاتوزا، ارسال كره عرضيه، الكره تعانق شباك شرحيلي، رابع الاهداف، رابع الاهداف في الالمانيه، اذا اربعه مقابل لا شيء، اربعه مقابل لا شيء، خروج حمد الحمد والدخول لفيصل درويش. حمد الحمد خروج، سبق اللعب مع التعاون بنظام الاعاره، وهو لاعب اساسا في الفريق الاتفاقي، يخرج يترك مكانه للجديد فيصل درويش. محاوله ارسال كره من الصوات، هذه خطره، هذه ممكن للفريق الهلالي، يلا في اخر دقيقه ممكن تشكل خطوره، مرور من عبد العزيز، التسديده، يا سلام، جول اول للزعيم في مرمى المتزعم، جول اول لكبار اسيا في مرمى كبار اوروبا، جول اول من عبد العزيز الدوسري في 89، حطها الهلاليين، واحده من عبد المجيد الصوات، ما شاء الله لاعب اولمبي قادم، ارسل كره لا وجود لحاله تسلل فيها، استحواذ من السريع عبد العزيز الدوسري، المرور هنا من شول والتسديده في مرمى البديل ليوبولد، اول اهداف الهلال في الدقيقه الاخيره
من المهاجم الخطير واللاعب الخطير عبد العزيز الدوسري. برافو برافو عبد العزيز. اذا الهلال سجل عن طريق عبد العزيز الدوسري، وبعد التمريره كانت ولا اجمل من عبد المجيد الصواط الفريق الهلالي، وختامها مس